اليوم بعرفكم على ماركة يونيكا سكين، ماركة إسبانية طبية. بعرفكم على المجموعة، نوعين كريم، كريم العين المركز والأمبولات. راح نتعرف على مكونات كل كريم فيهم وفوائدهم. أول منتج بهالباكيج يونيك ليفتينج بلاس سيروم، اللي بنحصل تركيز جدا عالي من البروتوجليكانات النباتية اللي لهم تأثير ودور كبير بشد البشرة. همضة الثاني مثل ما تشوفون هايلورونيك أسيد، يسبب ترطيب لمدى أطول، يوصل الماء تحت الجلد فيعوض نكس الماء والجفاف، ويوصل مكونات الفعالة إلى البشرة. وايد ممتاز للليفتينج والشد وترطيب عالي، للناس اللي بشرتهم جافة، للناس اللي من الجفاف عندهم سمار. منتج الثاني بهالمجموعة سيروم يونيك ليمونوسيتي، مكوناته فيتامين سي اي والاف. الفيتامين سي الكل يدري للنضارة وحيوية، وبنفس الوقت انزيل البقع السطحية او التصبغات السطحية يساعدنا بتصغير حجم المسام. فيتامين اي يساعد على اخفاء الندوب والبقع، والفيتامين اي يعطي مرونة للبشرة ويشيل عيوب الصغيرة او السطحية. والفيتامين اف اللي ما تدرون عنه يساعد ان البشرة تحافظ على الرطوبة بوقت اطول، مضاد للالتهابات، ويساعد على محاربة حب الشباب والبقع، ويساعد بالترطيب العالي، فوايد مفيد. عادة الناس اللي عندهم مسامات مفتوحة أو عندهم رؤوس سوداء ما يستخدمون فيتامين اف بين كريماتهم. منتج الثالث من هالمجموعة يونيك تريبل اكشن كونتور، يستخدم للعين والشفايف. طبعا بلغوني ان هالكريم للناس اللي عندهم انتفاخات تحت العين، للناس اللي عندهم دارك سيركل حالات السود او رينكلز والتجاعيد. بسبب وجود الهايرونيك اسيد يسبب ترطيب وايد عالي، فيقلل لنا من التجاعيد حول العين ومفعوله سريع وعلى مدى بعيد. ينشط الكولاجين ويساعد بالتحفيز وتكوين الكولاجين بنفس الوقت. يستخدم مثل ما قلت لكم للشفايف ولمنطقة العين، فيها مزيل للاحتقان ومضاد للالتهابات. في بوينت وايد مهم، في ناس عندها انتفاخات جدا شديدة نتيجة تجمع دهون بهالمنطقة، أو مشاكل لا سمح الله، مشاكل داخلية الكلى والكبد وكذي. فبعض الناس تحتاج جراحة، احنا نتكلم عن حالات الخفيفة والبسيطة. انتم متعودين على يونيك ماجيك شوت امبولات اللي كنت استخدمهم مرة بالاسبوع مع الديرمارولر. بهالمجموعة عندكم 4 امبولات تقدرون تستخدمونهم كل اسبوع مرة. حق الواي هالمجموعة كاملة ما عدا العين نقدر نستخدمهم حق الواي والرقبة، تقدرون تسوون مساج للخطوط للرقبة. الكريمين يستخدمون بالنهار او الليل. انا عن نفسي احب استخدم هالسيروم بالليل وهالسيروم بالنهار، لان هذا فيه فيتامين سي وايد احبه بالليل. هالمجموعة تناسب الناس اللي حابة توصل ترطيب عالي للبشرة، تعطي نضارة ومرونة بنفس الوقت، تحارب الخطوط والتجاعيد وتشد الجلد، وتحارب بسبب فيتامين اف الرؤوس السوداء والحبوب والبقع.